السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلم جديد من مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتحديد من منطقة بلال والسوق الشعبي ومسجد سيدنا بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ جولة إن شاء الله بالسوق الشعبي ومع الهدايا للمعتمرين والزوار. هيعجبكم جدا السوق، سوق رخيص وفي متناول الجميع. بسم الله، تعالوا معي على الفيديو. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا طبعا المكان المشهور جدا حمام المدينة، وهنا من الحاجات الجميلة جدا. واخويا الباكستاني اللي صورني، كيف حالك؟ الحمد لله. انت من اين؟ انا من باكستان، بشاور. بشاور باشتون. فين شغل هنا؟ انا في الشرقية دمام. الشرقية دمام. ايه. جئت لمدينة الحبيب لزيارة ايه المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف الابتسامة على وجهه. ايه. ما شاء الله تبارك الرحمن. لان من يأتي الى المدينة لابد ان يبتسم. فابتسم فنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انا اخذ جولة دلوقتي. هنا البوابة طبعا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. دي المسجد طبعا، مسجد سيدنا بلال ابن رواح. وهناخد هنا طبعا في محلات الذهب وبعض الأسواق للعبايات. وهنا عربي. عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية السوق ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. في طبعا سوق فوق وسوق تحت ومحلات التمور طبعا. في متناول الجميع، والاسعار في متناول الجميع، رخيصه وما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم، كيف حالك؟ مرحبا. بكم دي؟ 15 ريال. وجمله؟ جمله 15 ريال. حاجه فخمه جدا ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم يا حبيبي اخوك. وهدايا الأطفال. هنا كل شيء ستجده، كل ما يخطر على بالك ستجده في هذا السوق. يعني كل من يأتي إلى مدينة الحبيب لابد أن يأتي إلى هذا السوق. أسعاره جميلة وفي متناول الجميع ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله، شوف الكل مبتسم، حتى الكل مبتسم وهو ما شاء الله. كل شيء ستتخيله ستجده في هذا السوق ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى التمور ما شاء الله، وأنواع التمور. السلام عليكم. ما شاء الله تبارك الرحمن. والحلوى. ما شاء الله. كم هذا؟ 15 ريال. وهذا؟ هذا كم؟ 25 ريال. عجوة فيه؟ هذا عجوة المدينة طبعا. كم فلوس؟ ها؟ كم عجوة؟ الأسعار في متناول الجميع، حتى المكسرات وال ما شاء الله. أوه، ساعة باقي 30 دقيقة على الظهر. 12. يس.
وحتى العبايات ما شاء الله موجودة وفي متناول الجميع ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي مصاحف ما شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شوف يا عمي بكم ده؟ ده ب 25 ب 20 ب 20 ريال. ب 20 ريال ما شاء الله. ب 20 ريال ما شاء الله. شوفوا ها هو اللي يقرر بطلنا نتكلم معاه. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب تعال كله ب 17 ب 17 ريال يمكن يفكر يمكن يرد. قال لك ب 17 ريال. والله مال الدنيا ما يسويه والله. 15 شوف قال 15 ثاني اهو عشان ان شاء الله. حتى الفضيات والسباح ان شاء الله والأحجار الكريمة ما شاء الله تبارك الرحمن. السلام عليكم. سبحان ما شاء الله أسعار جملة ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى العبايات السلام عليكم. كم هذا مدير؟ 10 ريال. سجادة جميلة جدا ما شاء الله 10 ريال. أسعارها تعجبكم جدا جدا ومتناول الجميع. أدعو الجميع إلى كل من يأتي إلى مدينة الحبيب أن يزور هذا السوق فسيجد كل من ما يريده إن شاء الله. سوق جميل جدا وهنا من الجهة الغربية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه بوابة السوق قريبة جدا من الحرم بالضبط يعني ما يقارب من 5 دقائق من حرم النبي صلى الله عليه وسلم. ستجد هذا السوق وستجد كل ما يطيب له القلب من هدايا وأغراض وعبايات وكل ما تريد ستجده في هذا السوق وفي الأسعار متناول الجميع يعني ليست بالغالية إن شاء الله. أسعار جدا جميلة من هدايا و ويلكم المدينة. قال لك ويلكم المدينة ما شاء الله. والله كل من يأتي إلى المدينة يستريح قلبه لدرجة لا تتخيلها إن شاء الله. شوف قريب جدا من الحرم يعني هذه المركزية الجنوبية وسنلقاكم إن شاء الله في مكان آخر من مدينة الحبيب بإذن الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.